السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة بيلا رانيا. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم دريوش عائلي هائل اقتصادي وكيجي رائع. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو وكذلك طريقة تحضير فرجة ممتعة. المقادير اللي غادي نحتاج لهذا البريوش، غادي نحتاج 3 معالق كبار ديال الزبده، كاس ونصف حليب بارد بقياس كاس العنبه، نصف كاس ديال الزيت نباتيه نفس الكاس ديال العنبه، وكاس ديال السكر سنيده كذلك كاس ديال العنبه، جوج بيضات، شاصيه ديال خميره ديال الخبز من صنف 7 غرام. غادي نحتاج كذلك جوج شاصيات ديال الفاني، وكذلك معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلوى، وما نساوش الدقيق اللي غادي نحتاج كيلو ديال الدقيق ابيض. غادي نبداو على بركه الله. في العجانه غادي نوضع السوائل الحليب، وغادي نضيف عليه خميرة ديال الخبز، ونضيف كذلك سكر سنيدة، جوج بيضات، ونصف كأس ديال الزيت، غنضيف جوج ديال الفاني، وغادي نضيف الزبدة ديالتي 3 معالق كبار ديال الزبدة، صافي. غادي نشعل عليهم وغنخليهم حتى ينسجموا عندي هاد العناصر، صافي، وغنرجع معاكم. بعد ما خلط الخليط مزيان، كنضيف نصف كميه ديال الدقيق على الخليط، وغادي نضيف معلقه ديال خميره الحلوى، وغادي نشعل على العجانه ديالتي، وانا كنضيف الدقيق بشويه بشويه مرحله بمرحله حتى تجمع عندي العجين كما غنبغيها. كيف ما قلت لكم، غادي تهز لنا كيلو ديال الدقيق ابيض، صافي. كنضيف مرة كنضيف الدقيق والعجينة خدامة. غادي نخليها تدلك مزيان مدة 5 دقائق حتى 8 دقائق بما حسيت بها حصل عليها بهذا الشكل هذا، صافي. غادي نحيدها نزولها من العجينة، وغادي نخليها ترتاح، نغطيها بسلوفان ونخليها ترتاح مدة ساعة حتى ساعة ونص، وغنرجع معكم. بعد ما ارتاحت عندي العجينه، كنوضعها فوق سطح العمل. غادي نقسمها نصفين، وغادي نشكل جوج كرات بهذا الشكل هذا، صافي. وغادي نرش القليل من الدقيق باش تسهل عليا نطلقها. غادي نطلق القرصه الاولى وغنرجع معكم.
صافي. بعد ما طلقتها بهذا السمك هذا غادي ناخذ شوكولا حبيبات وغادي نوضعو فوق العجين بهذا الشكل هذا. نحاول نزيد الكميه اللي بغيت صافي. غادي نوزع الشوكولاط فوق العجين وغادي نحاول نثبتو صافي. ودابا غادي نبدا نلوي العجينه ديالتي بهذا الشكل هذا. نحاول نبسط الجناب الجيني مقاده صافي بهذه الطريقه هذه حتى نكمل اللويه كامله بهذا الشكل هذا. كنحصل على عجين بحال الشكل ديال باريزيان صافي. دابا غادي ناخذ واحد السكين وغادي نقطع دوائر بهذه الطريقه هذه. غنكون ديجا موجد المول اللي غادي يطيب فيه دهناه بالزبده ورشاه بالدقيق الابيض صافي. وغادي نقطع شرائح ديال العجينه بهذه الطريقه هذه كما كتبان لكم. صافي دابا غادي نوضعها في المول اللي غادي يطيب فيه. غادي نستفها بهذه الطريقه هذه كما كتبان لكم، طريقه مفهومه وواضحه. غادي نكمل العجينه ديالتي في التقطاع ونوضعها في المول اللي غادي يطيب فيه بهذا الشكل هذا، وغادي نرجعو ان شاء الله. من بعد ما كملتها في الوضع ديالها في المول اللي غادي يطيب فيه كنخليها تخمر مده 30 دقيقه. بما حسيت بها تنفخات بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ صفار ديال البيضه وغادي نوضع عليه القليل من الحليب، نخلطهم مزيان وغادي نسقي بهم البريوج ديالتي بهذا الشكل هذا. نحاول نسقيها مزيان يعني حتى تبان ليا خدات كميه مزيانه من البيض والحليب بهذه الطريقه هذه. صافي كنكون ديما مشعل الفران على درجه حراره 180. غادي تستغرق تقريبا مده 45 دقيقه بما حسيت بها تحمرات من الفوق ومن التحت. من بعد من غنكمل السقا ديال الشهده او البريوج ديالي، غادي ناخذ قليل من الشوكولا وغادي نوضعو من الفوق باش يعطينا داك المنظر اللي كيجي منظر زوين مني كطيب. كما غتبان لكم مني غطيب غنوريكم الشكل النهائي ديالها وغادي تشوفوا المنظر اللي كيكون فيها.
نضع الشهدة ديالتي في الفران بما طابت، وغادي ندوز نوريكم الشكل النهائي ديالها. بعد ما طابت عندي البريوش كتجي بهذا الشكل، هذا كتجي بريوش عائليه اقتصاديه ولذيذه. نتمنى هذه الوصفه اللي قدمت معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنسوش الاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو، الضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.